المدرسه ديالي كجميع الشباب. انا واحد الشاب بدوي كبرت في الباديه، كنت كنرعى الغنم، كنت سرع الغنم بالدارجه، ما كنعرف والو في الحياه. واحد النهار واحد السيد الله يرحمه مات دابا، كان تيجريسي داخل على واحد المراه في الحومه ديالنا، دخلت انا وخويا كنفكوهم، جا تيضربنا حنا كنضربوه، بقينا كندافعوا على راسنا. مات توفى الله يرحمه، دابا هذاك الموضوع داز، حنا دوزناه ودخلنا، دخلت للسجن. كيفاش غنلقى هذا السجن اللي غيخلق مني هاد التيمومين اللي كيهضروا عليه كيقولوا مجرم خطير مجرم خطير؟ دخلت للسجن لقيتو كله ظلم، وانا دخلت عندي 19 سنه، دخلت باش يديروني مع البي بي كيما تيقولوا لي مينور، داروني مع الكبار. علاش داروني مع الكبار؟ على القامه ديالي، قال لك حيت انت طويل وصحاح نديروك مع الكبار، ما نديروكش مع الدراري اللي صغار قدك عندهم 19 عام. داروني مع الكبار، الكبار راك عارف كاين التحرش، كاين الظلم، كاين الحراس كيجمعوا معاهم خمسه المجرمين سته وبداو يقلعوا لك حوايجك باش غنفرض راسي. اضطريت ندافع على راسي بالقوه، يعطاني الله وقيد تندافع على راسي، وقيد غني من حدي كندافع على راسي. وهاد الناس وهاد المسؤولين ديك الساعه ولا حاليا ما بغاوش اللي يدافع على راسو، بلا الكتابه تنكتب للمسؤولين، كامل اللي ما كيجاوبني حتى مسؤول تندافع على راسي بالقوه كندافع على راسي باش نحمي راسي من هاد السجن. السجن مظلم، زنزانة فيها 4 متر، فيها 160 ولا 120 ديال الناس، شي كينعسبوك، شي جربة، القمل، الحبوب، جميع الأمراض كاين فيها، وممارس الجنس، شي كيمارس الجنس على شي، وما كاينش المسؤولين كاع. تهضر معاه شحال ما عندك شحال ما تسوى، ما عندكش ما كتسوى والو، عندك كتسوى. كيهضروا معنا أو الماربور، وديك الوقت دابا ولات 20 فرانك، ديك الوقت ما كانش الفلوس، كانت غير ماربورو، دابا ولات 20 فرانك. بالنسبة شحال من سجن مريتي عليه في المغرب؟ شي 40 سجن دابا اللي دوزت. مثلا نعطيك مثلا، بديت حبس العواد سلا واحد، السجن المركزي 4 الخطرات، سلا واحد 4 الخطرات، الصويرة تازة 4 الخطرات، مكناس 4 الخطرات، الرشيدية، ورزازات، عدة سجون، آسفي بزاف السجون. ونفس نفس نفس اللي كتلقى في هذا السجن. علاش انا كانوا يرحلوني من سجن لسجن؟ النهار اللي تعتقلت، اللي دخلت باقي صغير عندي 19 سنه، تلاقيت مع رئيس المعقل العربي الطويل اللي تعرضت لعام مستديمة على قبله، كان ضربني ومجموعه ديال الحراس. لو بغيتي من بعد نقول الاسماء ديالهم نقولهم، مجموعه ديال الحراس تعرضت لعديد منهم، تفلعت من الكتاف ديالي، رموني واحد الزنزانه مظلمه، داروا لي 9 المينوط في رجلي، داروا لي داك ساك فورسي الحماق لبسوه ليا، ولاحوني في واحد الزنزانه مظلمه، وبقوا كيعذبوني 15 يوم ديال التعذيب. وانا بداك ساك فورسي الحماق، كاين المساجين تيعقلوا على هادشي وراه كلشي عارفين، تنكذبوش، والدليل هو في الذات ديالي مرسوم. نط من بين هالعين ديالك دابا تنشوف فيها؟ من بين هالعين ديالي، هذا العين ديالي دخلت العين هي، انا ما بقيتش كنشوف هاد العين، هي مريضه، ما بقيتش العين كنشوف فيها. ملي بقيت كنشكي بهذا السيد هذا رئيس المعقل، راه دابا خرج لانتريد عربي الطويل، ملي بقيت كثرت من الشكايات السيد الوكيل العام، واحد النهار رفض انا باش نمشي. ديك الساعه كندوز نتحاكم على القضيه الاولى ديال الروع، ديال القتل اللي داروا فيهم القتل العمد، هو خصو يكون دفاع عن النفس ولا القتل العمد. تنطلع للمحكمه، رفضت باش نطلع للجلسه، هو يجي السيد الوكيل شافني ديك الساعه قال لي غنصيفط لك البوليس باش تصنتو لك. تصنت لي هو، قال له تعرضت للاعتداء من طرف السيد العربي الطويل رئيس المعقل، صيفط لي البوليس صنتو ليا. ملي كنقرب ندوز معاه الجلسه للمحكمه كيهزوني ترونسفير. هذا هو السبب اللي خلاني غنطرحل في السجون كامله، ماشي يسمعني شي واحد يقول طرحلت من السجون يقول انا كندير المشاكل باش نطرحل. البوليس كيفاش عاملوني؟ البوليس عندي يديت معايا شويه الفلوس من الحبس، لحقاش كانوا هما كيعطوني الحشيش ديالهم كنبيعو، كيعطوني الحشيش ديالهم وكيعطوني 50 درهم في النهار، بقيت موفر انا شويه الفلوس. هادو الموظفين السجن، ولكن كنخدم معاهم، اللي وليت معاهم في الاول كانوا اللي ما بقيتش كنكتب الشكايات، وليت خدام معاهم كنبيع ديك المخدرات ديالهم، ولو كيعطوني 50 درهم بقيت انا كنوفر شويه، وفرت واحد شويه الفلوس نخرج للسبيطار كنعطيها للبوليس. البوليس كيجيبوا لي هذوك الباغيات، كيجي وانا ما عمرني شفت البنات في حياتي. ديك الساعه دخلت على السجن طفل، ما عمرني عرفت العيالات كيفاش دايره. تيجيبوا لي هذوك الباغيات، تنجلس انا معاهم
جلس جابوا لي النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث الثالث مابقاش عندي الفلوس مابقاش عندي الفلوس جابوا لي وحده جلست معايا قالوا لي خلص ما عندي باش نخلص وما كيطيقوا فيا لقيت الباب محلول مشيت بحالي لدارنا مشيت بحالي لدارنا على غدات مجيني 300 البوليس وجي بن السناح ولا يلا لا انت قريتها في الجريده دير لي مجرم خطير وشده هوليووديه وكنت مجرم خطير كنت مجرم خطير قال ما غير كل ملي شدوني كون راني ضربت شي واحد ولا علاش مجاو شدوني انا مشيت نشوف غامي جاو شدوني داوني للحبس ومجرم خطير ما غنضرب حتى شي واحد داير نشدو عندي السيوفه شدو ولكن فين هما السيوفه غير شدوني وانا مجرم خطير ما عمرني سمعت شي مجرم خطير وما كيضرب حتى مع واحد كيضرب حتى واحد جالس مع بنت جاو البوليس داوه مشى مشيت للحبس ملي اللي رجعت للحبس بقاو كيسيني المدير ديال الحبس ديك الساعه داك ميمون مدير ميمون اوراه بقى كيسيني ما بغاش ينطق مني وانا بقيت ندوز عند قاضي التحقيق قال لهم خليه قال لهم الموظفين ديالو هو الملوكي عبد السلام قال له خليه تيسالي التحقيق باش ما يجبدناش بانه حنا توسطنا له باش خرج ولا كنا كنعطيوه المخدرات التاجر فيها داخل السجن ديال الكناس باش ما نجبدهمش قال له خليه تيسالي التحقيق سالي التحقيق وما يشدوني فرشقوني ضربوني راسي قاعد مغوه هذا تشوف ضربوني زادوا عاوتاني تضربت في عيني تضربت في رجليا شدوني عامين وسبع ايام وانا مصفط يدي ومن رجلي وكان تعذب هذا المينوط كيفاش دايره باقا المينوط مصوره فيا حتى رجليا كل ما كنعريك لحمي وتشوف الدات ديالك والناس راهم كيعرفوا هادشي اللي كاين المساجين كيعرفوا هادشي صافي دزت سالي التحقيق بقيت كندوز الجلسه يعني ما بقى لي ما نجبد فيه شدوني ضربوني كرفسوني سدوا عليا ديك الزنزانه النهار اللي تحكمت هزوني ترونسفير جا الوكيل بعدا ما بغيتش نخيط داك الضرب اللي ضربوني جا الوكيل جاو البوليس معاه كان شافوني فقدت الوعي سحبوني غنموت غوتو على الوكيل جاو البوليس حمروا لي محضر باش غنمشي مع دوك الموظفين الوكيل قدامي هادي نقولها شهاده فيه دار فيهم البوليس ديال مكناس ديك الساعه داروا فيهم قال لهم غنتصنتوا لهاد الموظفين اللي اعتدوا على السجين جابوا شي 10 الموظفين تصنتوا لهم ولكن فين هو المحضر ما دزت معاهم لا المحكمه لا والو انا دابا ضربت 18 عام وسبع ايام وخرجت عرض جوج عاهات عاهه الاولى في يدي عاهه الثانيه في عيني شنو غندير ما عندي ما ندير شنو غنخدم شنو نمشي نبيع الحشيش نمشي نسرق شنو غنمشي شنو السجن ديال تولال سجن جوج ديال تولال اللي خرج منه حاليا انا خرجت سبعه في شهر ثلاثه الان حشومه يا الخوت حشومه اللي هادشي اللي درتوه نتوما خربتوا السيبير وخلعتوا الناس في الحومه وخليتوا كازا كلها مهمومه وعاش الملك.